وشدد وزير الخارجيه على تطابق الرؤى المصريه الاردنيه تجاه القضيه الفلسطينيه، وادان عبد العاطي عمليات القتل والتدمير التي ترتكبها القوات الاسرائيليه في قطاع غزه، واكد على ضروره الضغط من اجل وقف اطلاق النار وحقن دماء الاشقاء الفلسطينيين. كان في هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات ما يحدث من اوضاع كارثيه سواء في قطاع غزه سواء في الضفه الغربيه وايضا في القدس الشرقيه المحتله آه كما تعلمون يعني للاسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل لدينا اكثر من 37 الف شهيد واكثر من 87 الف مصاب وللاسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر اتفقت واخي معالي الوزير على اهميه استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الاقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجديه لتحقيق الهدفين الساميين وهو وهما وقف اطلاق النار و بالتاكيد وفقا لقرارات مجلس الامن واخرها القرار 2735 وعدم الاكتفاء فقط بادانه الانتهاكات والعدوان الاسرائيلي حقنا لدماء المدنيين